السحر وعبد الله فالح. إلك يا سحر شو ما بنقول وما بنخلي وي سحر. لبقني نزلني أي كفي عارف الموضوع ولا تشد الوجه. ها غنيت لس. طيب ليه ما جيت اعطيتني الحين علامه تيك توك زي ذاك الفلبيني ما ادري شو اللي ما اعطيت علامه تيك توك عشان يقول سحر والمرعبون لا عيون سحر سحر السحوره سحر يا ولد سير ويا ولد طلعت خطي يا بنت حلال تخطيت من اول بس انت تخطيت البلوك ذا ولا باقي صدق يا تخطيتي علميني. مغير الاسم والله اصلا اصلا خلوني انزل على الطاوله عشان افك وجهي تشوفون الضحك صح. روح روح معنا حقت معوقين حقت عبد الله والله اي على ذي فوق وين؟ روح لبقها طيب الله يلعنه ام الحاله. روح لبقها في اي مكان حطها يا ابوي شوي بالله ايش تبى؟ الحين دي كلها فل حقت المعوقين والله ما ادري يعني اللي عندي بيت التركي كلهم موجودة كروت كلهم لكن يعني الشايب اللي عند بيت التركي ما توقع عنده بس انت برعاية. طيب هذا طلال صديقي لا مضيع يا غالي سلامة افترض تسلم على العرب روح دور اي مكان يا بوي تعرف ذولا احد المعاقين هنا تعرفهم غريبة ايه معاق يعني ذي الحين كلهم دولا معاق ولد لا تختي على عبد الله يا ولد هلا تختي على عبد الله عارف النظام ذا انا ما هو عشان خلاني انا الكريلا طالعه ها رجع حقت الموقع كل شيء لابو فلوحه انا علمتك عشان ما تقب من انا علمتك انا بس تروح فين انا يمكن ما في مكان ما ادخل لا انا من الزاويه بين هناك كل شيء لابو فلوحه انا علمتك ها ايه سحر يا سحر لعيون سحر سحر وجيش المرعبون يلا تعال يا طرثوثة لا الحين اطلع لسوجه اشوف اخرات عماس على ابوس ما ترسلين لي علامة تيك توك ذي تعال تعال انا اعلم سد الحين مسوي البنت الواو تعال كيف افك ذا ميمي قلوبس هذه وفريها ها ما هو بقتها قلب الكاميرا كيف اشيل ذا؟ النمر ارسل الى اسمع اصبر كيف اشل ذا كيف اشل ذا طيب تحسين مؤثرات يس حلاقه فخمه تفلينا ها نذر انت بلكي اخباركم يا الربع وعلومكم ترو والله لو اني داري ما انتم زعلانين ها طيب خلوكم معي لو اني داري ما انتم زعلانين اني لا طلعت دبي بس تخيلوا طلعت طيب طلعت انا ذا الحين طلعت وين المكان ذا في دبي تعال متى رحلتك الله يرزقني صملتك اسمع يا الربع طبعا انت في دبي ايه انا مخرج دبي اسمع يلا هاك من صدنا طيب اسمعوا عقلها انتو كبسوا شيروا قولوا ليه للي كل فعل ردة فعل طلال وش اسمك بعلمك بعد بلوك ذا ايوه
هي تحب تضحك تضحك بعدين تزعل. والله راحت علي رحلة لدبي، ها اسمع، تحبوا العلو، جيتكم أنا بفلوح حنت غدا قبيل في موقف نزلي في المطار، طيب بتخلوني أعلمكم يا طراثيث ولا أقفل البث واروح أركب السيارة واروح أجدول، ترى ما عندي مشكلة. شفتوا الحين انت غدا قال ما يدي اسمع ابغي رسمي لدبي، قلت تكفى بصي زيك، قلت ابغي رسمي السناب لدبي، قال طيب تسوي كذا ما ادري ويش، اي غيرني حطني لدبي. وحط اسمي لدبي، حلو حلو، حطيت اسمي لدبي لان ليش ما بحلمان يا ولد، علم دبي كذا فخم فخم مره فخامه. طيب وجهكم يا طوال العمر امسي اعمال خيريه من مطار، لقيت جوال طايح عطيته رايي. وغيرنا الاسم لدبي، حلو، ما خذينا مش خمس دقائق واجد دخلنا المطار، ولد انت طعم ثلاث جرعات، قلت ايه يا ولد افتح على وجهك طعم ثلاث، وانت زين قلنا عندي جوازات، قال طال انت جرعتين عبد الله كيف؟ اسمه قال عبد الله كيف؟ قال انت مطعم جرعتين يا ولد، قلت يا ولد الله يرحم والديك انا ثلاث جرعات طالع البحرين يا ولد. قال طيب هي الجرعة الثانية عندك قدها سبع شهور، قال عبد الله عاد انت تعرفون مفلوح هذا فصل، قلت ايه حبكب الراس واصبر علي انا ابغى اخره شوي، قال ما اللي يسمح لك تدخل تقص بوردين، قال نقيب في الجوازات، قاله ولا ما قاله عاد نقيب ثلاث نجمات ما عاد اقدر اتحرك ما عاد اقدر اتكلم انا اصلا انا ساكت. قلت يا طويل العمر انا مطعم ثلاث يا طويل العمر، بس شكلها معلق عندكم، قال يعني الجواز معلق جوازات كامله معلقه فيها بابا، قلت لا والله حاشا لا حاشا طلع ليش اسم الله يجعلك سلال، انا اعلمك السالفه ذا الحين يا طرذوذ، تجيني تقول شو اسم بوك ايه، انت شفتوا وجهكم يا طول العمر. ايه الدوره خلصت بسرعه عند بو هنا درك صادق، اسمعوا الى عبد الله فاضح عندي كذا بتفلوح ايه بضبط كلامك ايه واروح النقي، قلت تكفى يا ذيبا رجع ما هو رايح الحالة علي الحرام يا الربع علي الحرام اني جاي من بيشة جاي من دبي عندي دورة في ابها عشان اروح لدبي، يا ولد يا اخوك يا ولد روح خذ الجرعة الثالثة وتعال، لين عبد الله عين فيك شكي عبد الله لان ادرى مش اخصها شاشة لسه يا طلع طلع انا لسه قد علمتك انا علمتك صح ولا لا سألتك واجهك يا ابو فلوح حاسب لا تنقدنا عند العرق يا ابو فلوح يا ابو فلوح خليك معي لين رجع شخصانها معي ما بيننا سر وانا الصدق ما ادري جرعتين ولا ثلاث اذكرني طالع البحرين ما قالوا لي شيء اجيكم فلوحه أبكان تويري أنت على الحرام الكوري كيف فالح أنا يعني ما بروح قال إلا والصدق زقت معي أنا أمنيتي أروح معه مسافر لدبي ناويين قد سوينا كلش ترى جح أول ما ننزل نروح الفندق ننزل يا حبيبي في الفندق شناطنا نطلع بعلمكم أنا بعلمكم ليه الخطة ننزل في الفندق شناط نطلع من الفندق سيدة نروح الجي بي آر دار شبي ايوه ابو حسن تقول لي براس دبي ولا قدك في دبي يا ابو حسن سؤال تلعب جوله على الصدام
كيف رضيت الرجال تقول؟ خلاص الرجال اللي حطيت من فوق طاش شهراني. ايه طلال دخلت الشنابه الاولى ضغطت طلال في دبي، الشنابه الثانيه طلال في ابها. ايه ابها شوفوها. يلا يا طلال يلا 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 يا طلال ورني همتك يا طلال يلا يا طلال. علومك يا ابو هذا. والله استاذ شنو هذي في المغرب؟ بالله شعورك يا ابو حسن شعورك يوم قالوا ما في. ما قالوا ما في، قال خذ بلد ذي وجي واروح للالماني واروح مستشفى عسير واروح مستشفى ابها، كل ما دخلت عليها تشوفها من عيال الكلب والبلاوي. انا الماني قلت تكفون ابغى طيب هذي قالوا قالوا يوم اللي قلت لك فياض رايح قليل قال ندري عبد الله صالح حاله في المطار شفنا سلام. اوه يا طلال علي ندر يا ابو حسن جاني ضحك، انا اعلمك رحمتك ليه؟ انا انغبنت ليه؟ قادر يروح انا قومي ال 200 اللي راحت البارح في الحلاق هذا اول شيء. يا ولد ادبل يا ولد ايش الوضع يا ولد طلال لا يفوز علينا طلال. ها؟ ها؟ طلال قاعد تفوز علي ورحلتي رايحه ها؟ اني ما عاد افك بس انا. اغبنوه اغبنوه تكفون اغبنوه اغبنوه. ها؟ انا في خاطري اروح مع عبد الله فالح لان قلنا دبي وبنت وانا وهو قام قال مادي ايه نجيب بس قلت هم ها انا مادي عبد الله فالح عبد الله فالح لا نفس قال ايه انت رصاصه طبعا انت ما اخذها قال عبد الله فالح قلت فلوح اصبر عليه فلوح وانت مريض انت ليه ما اخذها يا ولد مدري يا ابو ناصر احسب اني ما اخذها الدنيا دوار اي والله الدنيا دوار انا باقي ما انا باقي ما دقيت انا وانا اظن الدور فيني بس ها لبيه بنت يوسف يهو 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 يا ولد يلموني وين راحت سحر يا سحر يلا اهدا سحر سحر سحوره وجيش الرعب سحر يا سحر يلا تعالي يا سحر يا سحر يا سحر تكفين يا سحر اغمني طلع ايه تعرف حركة عبد الله فالح احنا عارفه 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 ايه نذر بالله يا سيد نذرنا كذا والرجال يقول ميدي روح خذ البصمة تعال خذ ذي تعال عبد الله فالح شو يسوي بحس ما اخذ الثالث قلت يا ولد لا تكرويش اصبر علي انا طلعت يوه يا طلال علي نذر العالم عينه فيني قبيل انا داخل انت معي انا يوم نفتح السنابه لو الربع يصوركم ما ريان يا ولد س... ريان يصوركم بالسلامه يا الشيوخ وحسن مستانس انت معي انا انغبنت الصدق ابغى اروح مع عبد الله فالح ليه؟ لاني مره انا وهو نسافر برا المملكه الاولى الثانيه من امس تدري متى راقدين امس؟ ساعة واحدة ونص اثنين هذي ثنتين بعد الفيلم قالوا بنروح الصباح ما ادري وين بر قلت لا انا بعد ادول واضبط انا عبد الله صالح المكان قلنا بنروح كذا اول ما طيب اسمع اسمع طلع اسمع بنروح الجي بي ار نتقهوى على حسي انا اعلمك ايش قلت الرجال كان ماسك الشنطه واقف في المطار شوي لو يفر في الحزام بس عندي لك جدول يا ابو حسن جدول مال العنوان دي الجدول ان شاء الله خط بيشه بعد شوي لا لا مع شاله تعني مع شاله الرياض السياحه البسط لا يا رجال انت صاحي بروح ترى الله يلعن ابوي ما عاد اسافر مكان طيب والنحده ايش بتسوي بقى؟ بروح احلق صفر ايش اسوي انا خلصت ميمي لبى قلبك يا ميمي لبى قلبك يا ميمي عاد شفت ايش فيك؟ دولة كامل اسمع لك صوت تلعب معي وانا عايم بوجهك. اها. الحكم الثاني اي شيء اقوله مثلا بقول يا كلب انا وينك تقول انت هاو هاو. لا 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 تخسر. مالي دخل حكمي صح؟ يلا. حكمي يا رجال الرحلة رايحة عليك حكمي ولا لا؟
ها ميمي يا ولد. طيب الحكم الثالث، دولة كاملة ها واقف في الزاوية وانا اسمع لك. طيب ايش تطبق؟ تعال الحكم الثالث. يلا واقف هناك في الزاوية اسمع لك فرشون، انا هنا خطامك. دقيقة يا طلع ستوديو تمية جنبي. تكفى طلع وقف دقيقة. ايه طلع حفظي جايس السلة نروح. تعال يا طلع عبدالله عندنا ميمي و ميمي وسحر المشرفين اللي عندي بالله يشلوهم دولة لأنهم غابريني. ما غير بنقال يا ابو ناصر خليك كذا. كيف الطق يا ابو حسن؟ والله ما غير السواق حق بوي. يا الربع تحبوا العلم. نعم سعيد خليك واقف في الزاويه جوله. تكفى يا سعيد اسمع ابو فلوح اظن انه وصل. انت شفته؟ واحس احس ليش النفسيه ذي رايحه علي رحله، رايحه علي رحله. شوف الحلاقه وقفي. رايحه علي رحله وانا رايح ابغى دبي ابغى تربل. والله يا رب بتوته. يا الله يا رب اسد الله يلعب بالترويقه. اسد بثلاثه سود سعيد على حسك. اسد بثلاثه سود انت شفته؟ ادبل ادبل اي لبى قلوبك مدبل اي وكفلو دبى قلبك انت يا رجال. انا بيه بنت يوسف ولولو ما ادري وش ولد. انت ليه عندك ترى ما عندي حد خل مجي يدعمون. يا رجال انا يدور الشماتت علي كلهم. انا مو بضحك لا احكم عليك. والله انا ضحك بس بيني بيك ان شاء الله تجي ذيك خويتي. يا الله يا ربنا تجي انت يعني عليك. اوف يا اسد لو يجي ولا علم تيك توك ذيك بناصب عني فاك بس سنه. قل لي ليه؟ راح اجيب بقيمتها ذهاب على طول دبي. يقول يفتح لهم السبت يضرب يا عبد الله. بروح لحالي هي دقائق الشغل. تربل يا لب. ايوه ابو ناصر علومك. والله منيح. الحين ميمي الجحف ايش من الجحف؟ ميمي. لا ان شاء الله ما تسويها ميمي اعرفها. في قوم. ميمي ان شاء الله ما تسويها. داش كويس ما سويتها ميمي. ميمي طلعت. ما استريح. كيف دبي؟ والله فنانة والاجواء هاي. تالين والله انك كفو والله يسعد ابوك يا تالين. وبنت يوسف وفوف غير علي نذرني متقرش من ذي الرحله اللي راحتها صدق ما بيننا سر. وانا هزقت معك وفاك بث عشانكم انتم يا الشماتين اشغلتوني في السناب. شفتوا؟ جاي فاك بث عشان تاخذون راحتكم واقفل خلاص ما عاد حد يطيدك. انا ما تشمت يا ابو حسن. ها؟ انا ما تشمت. تعال خلاص ما عاد دقيقه ونص تعال تشمت. يلا معوض ايه ان شاء الله. والله عندنا برد يا ولد انا في وجه ربي. يا رجال خلها على ربك يا ابو ناصر. سحر ارحب يا سحر. يا لا لزق هي عندك. سحرتك. اسمع تحب العلوم. سحر ترى حكم عليك. بتروحون دبي يا سلال عبد الله قدو في دبي انا ما رحت افهمي. يا ولد يضغطون يا ولد. حرام ان تدري شو يقابلني. ايوه ارهب ارهب يا هاكي. اني ما رحت مع عبد الله صالح يا ولد دبي. انا مخططين يا ولد مخططين تدري ذا ليه كنا نبغى نرقد الساعه 11 عشان نصحى بكره بدري نروح المعالم. انا بطل انا اتكلم. يقول ما في سكر ما في سكر. لا والله ما بناصر انا بقفل بعد الجوله ذي لانها زقت. يلا خلنا نشوف. يلا يا ولد وين راح اللي عندك يا طلع؟ ها؟ وين راح اللي عندك اللي يدعمونك بي؟ يا رجال ما عندي حد يا رجال. انا والله نفاك بث عشان كذاب 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 نذر نفاك بث عشان طقطقي اوريك سنابي الخاص
كلهم ليتني دبي، ليتني رايح دبي، اغبنوني تكفى يا سعيد. بوديك المغرب، بوديك ايطاليا، بوديك فرنسا، بوديك كلها رحت لها بالبليفارد. تكون لا ها؟ رحت لها هذه كلها بالبليفارد. وين دبي؟ والله في جيبي اصبر. هات وين بتروح؟ فين امشي؟ بنمشي شوي فين بتروح؟ يا طيب شنو بلا يقبلني في ايطاليا صاحب حسن هاي حرامني قد رحت لفرنسا ورحت لايطاليا ورحت لاماكن كل بوها اللي عندك خدمة ابو ناصر الله يستر على جدتي ودي طلال طلال تعال يا طلال ها كيف صورة الارض بالله وين حقتي انا العن شكلك البودي جارد القوي على زك انقلق سعد عاد بغاشي أرسل لقطة تم ذكرك في القصة الله أني جدولت عشان أسمع يا الربع إيش الأوت الأوت فو تفو والله على اسمك اللي ما بطول منه كل حروف كبيتة ما هو بسمو والله أنا عالم الجلدة أسمع مسكين جاءت أبل الرابع خذ راحتكم شفت أنا اللي غبني شيء واحد أني ما رحت أبو فلوحة بس والله أنا لا في وات فلذلك أنصت أنك ما سافرت اسمع أبو سألكم عن واحدة داعمة مدري أسبر أسبر حاطها مشرفة الطرثوثة ولا عاد لها حس نذر فيها كيف أطلع مشرفين عندي دقيقة وش الأوتفت ذا الكاش أنت الكشخة والله أنت الكشخة والله لب الأسنان يا طلع اسمعي ميمي أنت موجودة أنت ولا سحر موجودين أعلمكم كيف أطلع مشرفين في واحدة معكم حاطة مشرفة وسحبت علي النذر فيها تعليق وش هو ها انا علقت قلت وش هو ليه ما تحضر زوج من الاعدادات حق المشرفين دقيقه اعدادات ايوه مشرفون ها 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 عمق وهتاف عمق هتاف قولي ميدهم يقول طلع ايه ايه وسحر عمق هتاف قولي ميدهم يقول طلع دقيقة حطني مشرف هلا يا ابو هلا سيد سعد توه شايف بث امس يعني يستاهل اشراف واخ وعزيز وغالي وصلت دبي الله الله يجعس السلة اول شيء ثاني شيء الطرثوثة اللي تقول أحسن أنا داري إنها أحسن حطيني مشرف أحط أحسنين وإيش السالفة تعرف معنى كلمة كشخة وبالحلمزون طيب يا الربع قد بينا لقى ان شاء الله وفتحت بث اعلمكم سالفتي في المطار و معوض خير ايه والله شوفوا والله الصدق
ايه عشان كذا ميمي يا جاست. لا الصدق والله انه عادي عادي عادي. اخيره ما تدري وش اخيرت فيه. خير اني احلق صفر واروح البيشة صح؟ هي الخيرة؟ سري ام انتي وقلبس وخليني اتكلم. دب القلب شخصنا. حلاقة كأنك ملاحي. لا حول الله. تعالي عشان ذبت دي اقمي بلوك. فانا اقول لكم تروني مروق مليون جالس اضحك مبسوط علي الحرام مو عشان اسمعوا ايه فضفض على طول عيال. تشرفت فيكم يا الربع كان بث خفيف لطيف. تمنيت والله تمنيت اني رايح مع ابو فلوحه الصدق. ابو خشم بلكني مرتين وشورك هذه الثالثه يا غالي. انقلع بس هلا دقيقه هلا يا ابو مسوي داخل المقلط حقكم حق رجال. هلا ترك في بثي سر امها. يلا حضر. كان بث خفيف لطيف والصدق انا عادي ماني منفس. و ريان راح يقابل صديقه خويه صديقه راح يقابل ريان. لا وين ابغى نشب. لا لا اي واضح ما ينفس صح تالين. احلى وش ده ارسل ثلاث هدايا بحد اقصى من المؤثرات. وش ده تخصيص صندوق هدايا مرسل سيتم اسم المستخدم اتذكر مزمان شمان. اي دقيقه وش ارسلت ذي ميمي. انا عن ام الحاله يا ميمي ما ادري وش ارسلتي. أمه جالس اختار اسد الشتاء. أمه جالس اختار اسد الشتاء. اوه انا جالس اختار. ميمي لبى قلبس. لا انتي معني ما ادري شرسلتي بس بح الله بس دقيقة ايه وشرسلتي الربع ابغى افهم. ابحث عن كلمة كشخة بتندع. طيب تعال يا المرعبون عشان الاسم بس غابني ولا ما والله ما يبي شخص انا بس عشان الاسم غابني شذا بعدين سطر طويل بعدين مرعبون في الاخير ابحث عن اسم كشخة. هاقمي يلا يا الربع. كمل 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 بس. ليه بترد قابل خويك الثاني صح؟ جاي لا بغي قابل خويك صدق عادي طلع قلبه بس ما يطفل لفجر. انا اعلمكم ذا اليوم من طلع. انا اعلمكم من طلع. بسم الله يلا نستاذن يا الربيع. Love you big. التحديد خلال دقيقتين. ابغى اقفل قبل ما اخذ التبان ابغى اقفل. يلا نستاذن يا الربيع. Nice to meet you all. و الله Love you out يا ميمي. جلس السلال. هذه اللي تكتب طلال انت في دبي. حبيت اعلم جلس السلال. عبود وين؟ اصبر خليه اسمعي خليه اسمعي دقيقة.
ما جيب بس عبود يا طير ثوده. عبود عبود فين عبود؟ ما في جيبي والله. يعني وين هو يا طرثوثة؟ يعني وين هو يا طرثوثة؟ راح لدبي. إيه. يسعد مساك طلال صراحة أنا. إيه. يا الربع أنا بقفل. شكرا على اللي دعمه واللي كبسه وتبغى اسد. والله شوف النفسيه زق انت شفت احتمال سحر لو تنزل علامة تيك توك ولا ميمي تنزل اسد ثلجي ولا توته تنزل اسد ثلجي ولا لا عمق طفران الطثوث اسحب عليها. اسمعوا مره ما انتم منزلين اللي ما هو منزل يرسل ورده اشوف ما أرسلت ورود حلو وردة من ميمي وردة من سحر عشان أقفل البث هم الداعمين الرسميين الله يلعنهم كلهم أرسل ورود الطبارة علي نذر فيكم علي نذر فيكم سحر ما عندك قيمة الوردة علي حرمنا إيه سحر علي مهديس داك صندوق تعال خلاص هذا في وردة الله يا رب تشرفنا الورود ما عاد وقفت كلهم ورود 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 الله يسعدكم علي الحرام يلبث ذا ان كان علي الحرام ها علي بين اذان واقامه يلبث ذا عندي ان كان جايني اسد وان كاني رايح لدبي لا كاني رايح لدبي صعبه شوي لاني باقي منفس منها فلذلك الربع دوم الضحكه يدوم مغليك يا طرثوث يدوم مغليك خلاص يا ميمي صدقنا يا ميمي صدقنا يا ميمي خلاص نذر انت بلكين نذر عنيها نذر انت بلك ايه والله مسوي قريت وردات يا الفله القمي ها يا قريت شو الوردات انت ايوه وقفي يلا يا الربع نستاذن ونايس تو ميت يو ترى دي البوسه نذرني متفق انا مفلوحه اذا رحنا هناك ها اسمه إذا الدعم هذي يا بنت حلال أوه تب 85 أنا كيف كذا التب 40 خلاص كنسل الموضوع اسمه نذر يمت في قام فلوح إذا رحنا هناك في الجي بي آر كيف أنا سلامي على الناس يا لفيني كاش بس سبحان الله الواقع محطم والأحلام في الليل اختر أي من الفيتامينات التالية 99 علي نذرنا بلكم بس خلوني أقفل إيه بسويها في بيشة بسويها في بيشة إن شاء الله طلال تعال عمان ها شوف الطرثوث حاك الطرثوث اللي من عمان ما تدري وش الطبخة يلا يا الربع نستاذن ونايس تو ميت يو كيف أقفل الزق ذا الله يحفظكم ما ادري عنها الطرثوثه